السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم على الجزء المهم في الكورس بتاعنا اللي له علاقه بالاساينمنتس والتكست بوكس. في الاساينمنتس احنا عندنا في اول نقطه الفول بروجكت. الفول بروجكت ده يندرج تحت ثلاث انواع من البروجكت. اما ان انا هديك فول بروجكت سكيلتون واقول لك مثلا املا كلاسز معينه او املا فانكشنز فيه، او ان انا اقول لك البروجكت ده جاهز عايزك تستخدمه انك انت تبني فوقيه حاجه، تبني عليه حاجه، او انك انت يبقى عندك البروجكت ده هوت الفول بروجكت ده بس عايزك ترن. يعني مثلا افترض انا عامل بروجكت باكتر من بارامتر وعايزك ترن تيست، لو انا رنيت مثلا بالبارامتر ده الاوتبوت هيعمل ازاي؟ طب هل بتفرق في البرفورمانس؟ هل بتفرق في سبارك مثلا اوبتمايزيشن او في هادوب اوبتمايزيشن؟ فدي اول جزء. الجزء الثاني علاقه بالنوت بوكس. انا ممكن يبقى عندنا نوت بوكس، نوت بوكس او جوبيتر او زبلة، هنتكلم في الموضوع بعدين. فيها شويه سيلز فاضيه عايزك تمليها سواء فانكشنز او بارت من الكود. ودي نقطه مهمه جدا ان احنا باختصار نقدر ان احنا النوت بوكس دي هقدر اديك اتاحه انك انت ترن وتست الكود بتاعك. وعندنا جوجل كلاس روم اونلاين هتديك الاوبشن انك انت تسبميت جزء من الكود ده، وعندنا الماتيريالز كلها على جيت هاب، وفي جزء ان شاء الله ليتر هنتكلم عنه الاونلاين جريدنج. اوكي، ده بالنسبه للكودينج. وخد الجزء الثالث المهم هو الريفرنس والتكست بوكس. لو جينا قلنا شابتر 1 مثلا بنتكلم عن هادوب، وجينا قلنا محتاج تقرا اول 2 شابترز في هادوب ديفينيتيف جايد، كتاب هنتكلم بعد شويه. لو انت ما قراتش ده فانا ما اقدرش اقول انك انت خلصت الكورس بشكل مظبوط. يعني انا بقول ان شاء الله ان اللي هيخلص الكورس ده يقدر يشتغل يبقى بشكل بروفيشنال في المجال، بس بيز انك انت بتعمل كل تفاصيله في الكورس ده. ف يعني نحاول نفولو كورس از السيكونس والريكومنديشن المكتوبه فيه. طيب نبدا نتكلم عن التكست بوكس بتاعتنا. احنا اخترنا التكست بوكس دي ليها شويه لوجيك. فاللوجيك الاول اللي اخترناه هو ان يبقى فيه سيمتري، يعني يبقى فيه تناسق بين الكونتنت، ما يبقاش حاجات مختلفه. حتى دور النشر احنا اخترنا مثلا الناس ليها نفس طبيعه الكتابه والستايل، فده هيسهل الدنيا. طيب اول كتاب اخترناه هو هدوب ذا ديفينيتيف جايد. الكتاب ده الفورس اديشن منه جميله جدا، انا قراتها تقريبا مرتين ثلاثه. هو فعلا كتاب حلو جدا، بيشرح بالتفصيل، بيشرح بشكل بسيط، لغته سهله، فان شاء الله هيبقى من ريفرنس عندنا في هدوب وبيج داتا. بعد كده الكتاب الثاني اللي هو جايد تو هاي بيرفورمانس ديستريبيوتد كومبيوتنج. انا اخترت، يعني سالنا ناس كتير في الموضوع دوت، واخترنا الكتاب ده وابسطهم، وبس مش بس بيتكلم على الكونسبت والتشالنجز، لا بيشرح تطبيق على هدوب وسبارك، فهو بيليمت بالمحتوى والهدف بتاعنا. اوكي، طيب الجزء الثالث هنا احنا بنتكلم على سكالا وهاي بيرفورمانس سبارك ولينكس سبارك. اول حاجه سكالا. ليه سكالا؟ عشان احنا قلنا محتاجينها از مين لانجوج في سواء كافكا او سبارك او معظم او حتى فلينك معظم الاي تي ال 2 او الداتا بروسيسنج تولز. اوكي، اخترت الكتاب ده ليه؟ عشان هو مش تو كومبلكس، مش ثيوريتك بس، مش بيشرح مثلا كاتيجوري ثيوري وبيشرح الفانكشن بروجرامينج ومش بيدي اكزامبل، وكمان هو متخصص لسكالا، يعني مثلا مش بيتكلم على ان جنرال على هاسكل مثلا واز اكزامبل سكالا، هو متخصص لسكالا. الكتاب الثاني اللي هو ليرنينج سبارك اللي هو اخر واحد في السلايد على اليمين، اللي هو ده الكتاب ده هو بيتكلم على انتدكشن سبارك، هو حلو جدا واللي عاملينه ناس هم مؤسسين سبارك زي ماتيا مثلا زهاري. هاي بيرفورمانس سبارك هو اللي عامله اللي هو هولدن، هي هولدن كورا، وهي اللي عامله، هي فيرست اوثر في الكتاب الاولاني وهي فيرست اوثر في الكتاب ده. هو من افضل الكتب. الكتاب ده بيتكلم تفاصيل، بيتكلم ازاي توبتمايز سبارك، بيتكلم ازاي تنهانس الترانسفورميشن، بيتكلم على ازاي تعلي البرفورمانس اوفر اول، وبيتكلم على التفاصيل وبيشرح الوايد والنارو ترانسفورميشن، هنتكلم عليه بعدين. اوكي، اخر حاجه هنا احنا اخترنا ثلاث كتب، كافكا وكاساندرا وديزاين داتا انتنسيف ابلكيشن. كل كتاب فيهم اعتقد كافكا ده فري، انا مش واثق على كاساندرا هو فيه ولا لا، بس كافكا ده فري فممكن نشوفه وتداونلوده. احنا لو في كتاب فري هنحطه على الكورس اونلاين، لو مش فري فهنحط لينك للبابلشر بتاعه ممكن تدور عليه بعدين. اوكي، كافكا ده من افضل الكتب، ان هو اللي عاملينها مؤسسين شركه. كاساندا هما برضه من افضل از اكزامبل للنو سيكوال داتا بيز، فالكتاب ده احنا اخترناه، هو كتاب كويس جدا. وديزاين داتا انتنسيف هو كتاب بيشرح اكتر من اجزاء علاقه بالداتا ديزاين اي تي ال، فهنشتغل فيه وندي منه اكزامبل. اخر حته في الشابتر ده وهي حته انا مسميها اجلي بات امبورتنت، ان احنا يعني انا حاليا اي دسكشن او اي اكزامبل بديه ف
فهو ملوش علاقه بالشغل اللي انا شغال فيه، سواء بقى ليه علاقه بالشركات اللي شغال فيها دلوقتي او قبل كده، او رايي يعني، هو كله ليه علاقه باكزامبل انا بحاول اسيميوليتها بيزد على ماي اكسبيرينس، بس ملوش علاقه باي ريال اكزامبل انا شفته يعني، او هي مش بيماتش ريال داتا انا شفتها يعني، هي سيميوليشن ليها. حاجه تانية، انا شغال في بام سيستم، شركتي هي ابروف لي ان انا اعمل كورس ده بابليك فري للناس. الماتيريال اللي فيه دي، الماتيريال بتاعت الكورس، هي مش ريفايز من شركتي، ولا بتعبر عن رأي شركتي في التولز. هي بتعبر عن رأيي انا شخصي في التولز. فلو قلنا مثلا على اكزامبل هلوب ده حلو او وحش، فهو رأيي الشخصي مش رأي شركتي. فانا عارف ان هي حتة مش لازمة، بس يعني محتاج ان انا اقولها. شكرا لكم، شكرا على كده، السلام عليكم.